بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الجميلة الرائعة في عالم العناية والاهتمام بالجمال، جبت لكم منتج جميل جدا، منتج رائع، منتج لكل سيدة وكل عروسة بتهتم بجمالها وأناقتها. جبت لها جهاز الوكس اللي هيساعد على إزالة الشعر من الجذور، تمام؟ ده طبعا بيكون جهاز فقط. زي ما انتم شايفين شكل الجهاز على الكرتونة بالشكل ده، ده جهاز شمع، جهاز جميل جدا، جهاز رائع، جهاز سعره هايل جدا جدا، تمام، متوفر منه كميات. تعالوا اوريكم شكل الجهاز من الداخل، بيكون بالشكل ده، بيجي معاه الكاب، تمام. زي ما انتم شايفين شكل ده جهاز الشمع، تمام، بالشكل ده، جهاز جميل جدا، جهاز رائع، جهاز تقفيل عالي، ده بيساعد على إزالة الشعر من الجذور. اللي هم السيدات اللي بيحبوا يعملوا شمع بيستخدموا الجهاز ده، تمام، زي ما انتم شايفينه بالشكل ده. وده بيكون الكابل توصيل الجهاز. تعالوا نوصل الجهاز ونشوفه بيشتغل ازاي. طبعا الجهاز ده المفروض يبقى فيه شمع، بيجي معاه شمع ومناديل، بس ده جهاز فقط، تمام. زي ما انتم شايفين شكل الجهاز، في الشمع بتتحط بطريقه سهله جدا زي ما انتم شايفينها من الداخل من هنا، تمام. تعالوا نشغل لكم الجهاز ونشوفه بيشتغل ازاي. طبعا المناديل والشمع متوفر طبعا، بس ده بيكون خارج الجهاز، ده جهاز فقط. زي ما انتم شايفين شكل الجهاز نور، تمام، بالطريقه دي. ده كده الجهاز بيبدا يسخن، لو انت حاطط فيه الشمع او لو انت حاطه فيه الشمع بتبدا تسخن، تمام، تبدا استخدام الجهاز بكل سهوله. جهاز جميل جدا، جهاز رائع، جهاز غني عن تعريفه، وهو جهاز الوكس او جهاز الشمع، متوفر منه طبعا بكميات زي ما قلت لحضراتكم، سعره هايل جدا جدا ورائع. بيوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر. لو انت حابين تستفسروا عن الجهاز سيبونا تعليق اسفل الفيديو واحنا برد على حضراتكم. وما تنسوش طبعا تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل ما هو جديد من منتجاتنا الجميلة الرائعة. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.